فتحت النت، رحت أشوف كم وصلنا من المتابعين. 350 ألف صديق وصديقة، أشكركم من كل قلبي. هذا وبس؟ وين اختفت اللايكات؟ قلبي انكسر صح، لكن هذا ما رح يخلي عزيمتي حطيت قلبي شوف الورقة اللي أنا كتبت فيه أنا سويت هذا القناة. الأسباب كانت كثيرة، لكن أهم شيء إنه عندي أمل تسوون لايك لهذا الفيديو، خصوصاً إنكم أنتوا اللي كتبتوا إنكم تبغون مواقفكم. فلا تنسوني من اللايك، نبغى نوصل أكثر من 5000 لايك لهذا الفيديو، وإذا وصلنا هذا الرقم راح أسوي لكم قصصكم أنيميشن مرة ثانية. مرة الأستاذة قالت لنا إننا نسوي بيت من الأشياء المعادة التدوير، سويناه وفزنا بالمركز الأول. ما شاء الله عليك يا حفصة، راح أخذ لك صورة. وأخذت لي صورة والحجاب حقي ما كان مزبط، المشكلة أنها حطتها في الممر اللي يمر عليه كل التلاميذ. وفي يوم ونحن ماشيين، شوفوا هذه صورة حفصة، شكلك مرة يضحك. أوبس، أعتقد أن الحصة بدأت الحين ولازم نروح بسرعة. لكن بعدين اتعودت على هذا الصورة وصرت أنا اللي أوريها لأصحابي. أعتقد كلنا زي كذا، في الأول ما نحب صورنا، لكن بعدين نتعود عليها ونصير نشوفها أحلى. اكتبوا لي إذا أنتوا كمان زي كذا. مرة في الخامس ابتدائي كان في بنت تكرهني في الفصل، وأنا كمان أكره هذه البنت. مرة قالت لي تعالي أوريكي شيء بس ما تعلمين أحد، ووريتني جوالها آيفون آخر إصدار. واو! وأنا لما رحت مع صديقاتي قلت لهم أنها جابت الجوال، وكل المدرسة جابت الجوال، جابت الجوال، هذه جابت الجوال، هذه جابت الجوال. هذا عنده احتمالين، إما لأنه آيفون آخر إصدار أو لأنك تحبين نشر الأخبار. اسمعوا لي هذا القصة. مرة كنت رايحة للصف فشفت الأستاذة اللي تكون عمتي يعني أخت أبوي، ورحت أمازحها وأضربها كف، ولقيت إنها مو عمتي، أستاذة ثانية. أول مرة أتحمس أبغى أعرف نهاية القصة شنو صار. إذا شفتي تعليقك في الفيديو اكتبي لي شنو صار بعدين. مرة خلصت دوامي بكير فقالت لي أمي روحي جيبي أختك من المدرسة، أختي كانت تخلص على الساعة 12. بس لما وصلت ما لقيت أحد، كانوا قفلوا كل الأبواب. صرت أدور وأسأل وين أختي، شفت أختي شعرها أشقر، ما تركت مكان إلا ودورت فيه. وبعدين لما سألت البواب قال لي أختك سنة أولى تخرج ساعة 12 وإحنا لسه الساعة 11. بالله والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. هذه ضروري تحصل لك مرة أو مرتين أو 10 مرات أو 100 في حياتكم. لا تقلقوا، هذه ما تأشر على أي مرض على أي شيء، هذه بس قلة تركيز بعض الأحيان من فرط التعب. أشكرك على الفيديوهات اللي تضيع وقتي لأني مرة فاضية. ما أدري إذا هذا التعليق يمدحني أو يذمني. لما كان عمري 9 سنوات كنا أنا وأختي نروح عند مدرسة خاصة، ومرة الأستاذة قالت لنا أسوي لكم اختبار، بس بيني وبينكم أنا كنت خايفة أني ما أعرف الحل، فشنو سويت؟ جلست أكتب بقلم رصاص، لكن للأسف الأستاذة عصبت وقالت لأختي ما عاد تجي مرة ثانية. مرة أعطيت لصحباتي والأساتذة هدايا، خذي يا أستاذتي الجميلة. شكرا. ولما حاولت تمسكها أنا أخذتها ورجعتها للبيت. مرة كانت صديقتي مو مستعدة للامتحان، لا تخافين أنا أغششك في الامتحان. وفعلا غششتها، ولما رحنا نشوف النتائج لقيت أنها جابت 19 من 20 وأنا جايبة 15 من 20. كيف حصل كذا وأنا اللي غششتها؟ بعدين اكتشفت أني كنت مغششاها صح بس كاتبة غلط. إيوة هذا الشيء يمكن يحصل لأنك أنت تصير مركز مع زميلك أكثر من اللي مركز مع امتحانك، عشان كذا من الأفضل أن الكل يعتمد على حاله. ورح أعطيكم حيلة عشان تتخلصون من اللي يقولكم غششونه، رح تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. مرة كنت صف ثالث ابتدائي وكان في رحلة وأهلي ما كانوا يبغون أني أروح، فلما ما كانت أمي بالبيت أخذت الفلوس ورحت على المدرسة عشان أروح على الرحلة.
لكن من حظي قبل ما ننطلق على الرحلة أبي اتصل على المديرة ورجعني على البيت، وأكلت أحلى هوا من أهلي. وطبعا هذا الموقف ندمت عليه وقتها. مرة أبي اشترى لي حذاء جديد، ولما قلت له بكام قال لي 2,000,000، يعني بيمزح معي، وأنا صدقته ورحت عند البنات وقلت له أبي اشتري لي حذاء ب2,000,000. ورحت صديقتي عند أمها وقالت لها هذا الشيء، وأمها إجت وسألت أمي صحيح إنه هذا الحذاء ب2,000,000؟ لا، إحنا بس نمزح معها وهي تصدق كل شيء. أنا كمان كنت زيك أصدق أي شيء، لكن مع الأيام بنصير نعرف شنو نصدق، شنو اللي منطقي وشنو اللي مو منطقي. هنا نكون خلصنا مواقفكم لليوم، أتمنى أنها تكون أعجبتكم. إذا سويتوا لايك راح أعرف أنها أعجبتكم وراح سوي جزء ثاني كمان. قبل ما أخلص راح خليكم مع سنوبي، هذا سنوبي وشارلي راح تشوفونهم كثير على الإنستغرام حقي، دايما يروحون بحر، يروحون يخرجون، وبالأخير يرجعون ينامون بالبيت. أشكركم على متابعتكم لهذا الفيديو، وإلى اللقاء يا أحلى أصدقاء. في يوم من أيام العطلة الدراسية قرأت قصة الحديقة السرية، فإجتني فكرة أني أستكشف غرفة أبوي السرية اللي كان يمنعنا أن ندخلها. بكرة لما أبوي راح للشغل أنا دخلت الغرفة، كانت مظلمة وما كنت أشوف شيء، وفجأة حسيت بشيء على رجلي كأنه فار، ولما صرخت بالخوف إجا أبوي اللي كان راجع من توه لأنه نسى شيء في البيت، وقال لي شنو تسوين في غرفتي؟ أبوي ما ضربني للأمانة، لكن هذاك اليوم نظرة أبوي وعذابي النفسي كان يكفيني، ومن يومها تعلمت أن أفلام الكرتون لا تنطبق على الواقع. أبشركم بعدين عرفت شنو في غرفة أبوي.